رحبوا بالمنابر الإعلامية في مكتب التنسيق الوطني لقطاع التعليم وطنيا، وكتأتي هذه الندوة الصحفية نظرا للمستجدات التعليمية اللي عرفتها الساحة التعليمية، وردا على هذا الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التربوية، وكذلك تنويرا للرأي العام الوطني حول مآل هذه المعركة النضالية التي خاضتها الشغيلة التعليمية دفاعا عن المدرسة العمومية. إذن تحية لكل المنابر الإعلامية الحاضرة، تحية عالية لجميع مناضلات ومناضلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم الحاضرين والحاضرات معنا والمتابعين للندوة الصحفية عن بعد. تحية النضال والصمود لكل نساء ورجال التعليم وكافة العاملين والعاملات بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المزاولين والمتقاعدين. يشهد قطاع التعليم بالمغرب دينامية نضالية قوية منذ بداية الموسم الدراسي 2023-2024، ردا على التدهور المريع للأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، وضد فرض وتمرير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرسوم نظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم، والذي شكل الضربة الموجعة لكل المكتسبات السابقة وأخرج الموظفين والموظفات من نظام الوظيفة العمومية وكرس التعاقد رغم ادعاءات البعض. وبعد خوض الشغيلة لشهرين من الإضرابات والاحتجاجات البطولية التي أنعشت ساحة النضال جماهيري الواعي والكفاحي وأسقطت أوهام النضال بالنيابة، نظمت الحكومة عبر لجنة وزارية ثلاثية لقاءات مع أطراف نقابية خلصت عبرها إلى اتفاق 10 جانفي 2023، والذي اعتبرته الشغيلة التعليمية غير كاف والتف على العديد من المطالب ولم يجب عن الانتظارات الجوهرية التي أطرت خروجها لميادين الاحتجاج، وأبرزها سحب وإلغاء مرسوم النظام الأساسي، إسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية، تنفيذ الاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011 18 يناير 2022، إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المدربين والمدربات، إحداث درجة جديدة بالتعليم لفائدة الموظفين الذي لهم مسار مهني، تسوية الجدرية ومنصفة لكافة الملفات في أوياء بدون استثناء. إن التنسيق الوطني وهو يخوض إضرابا عن العمل لمدة 4 أيام خلال هذا الأسبوع 13-14-15-16 جانفي 2023، مرفوق بوقفات بأشكال نضالية يوم الخميس 14 جانفي أمام المديريات والأكاديميات، ليؤكد من جديد للحكومة عن رفضه لمضامين اتفاق 10 جانفي 2023، ويدعوها لتتحمل مسؤوليتها في إقصاء التنسيق الوطني من حقه في التفاوض على أرضية الملف المطلبي المقدم لها. ونحن ننظم هذه الندوة تصلنا تباشير نجاح الإضراب بكافة الأسلاك والمؤسسات التعليمية رغم الدعاية المسمومة وغير المسؤولة والتهديدات التي قامت بها الإدارة بمختلف مستوياتها وشركائها في التوقيع، وقسم من الإعلام الموالي والمأجور الذي تجند عبر جرائده الصفراء للإساءة الممنهجة والتشويش على نضالات نساء ورجال التعليم تحت ادعاءات مختلفة تؤكد على خدمتها لأجندة الحكومة منذ بداية المعركة النضالية. فالتنسيق الوطني منذ تشكيله وهو يتعرض لهجومات مخزنية للأسف من بعض الأطراف المحسوبة خطأ على جسم النقابي التي قدمت كل طاقتها لتفجير التنسيقيات من الداخل، فهو مؤمن بقضية نساء ورجال التعليم وأطر الرياضة ويعتبرها مشروعة وذات مظلومية كبيرة، ويكابد بالوسائل المشروعة والديمقراطية من أجل تحقيق مطالب الشغيلة دون تواطئ أو انتهازية. ومن هذا المنبر فهو يشدد مطالبته الحكومة بالاستجابة الفئوية للمطالب الملحة ويحمل المسؤولية في ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات، وردا على الأبواق المأجورة التي تسعى للنيل من المعركة
ومحاولة إلباسها لباسا غير اجتماعي، فالتنسيق الوطني يجدد إدانته لهذه المحاولات الخرقاء الموجهة من طرف بعض الأطراف التي تشتغل بالمناولة لأسيادها من في كل الاحتجاجات الشعبية تجاه إضرابات قطاع التعليم، ويؤكد على استقلالية المعركة النضالية للشغيلة التعليمية عن أي لون سياسي أو ديني. فتحية عالية للشغيلة التعليمية التي انخرطت ولا زالت في الحراك التعليمي، وتحية مجددا لكل المنابر الإعلامية التي حضرت لتغطية الندوة ولكل الحاضرين والحاضرات عن لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.